بهدف دعم الآمال الإنسانية ودعم الشرائع الضعيفة، قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة المرأة وحماية الطفولة بتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات والنساء الضعيفات بتمويل من جمعية دار البر. هذه المساعدات تتكون من مواد غذائية وناموسيات وبطانيات. من جانبه المدير العام الفني بوزارة المرأة وحماية الطفولة ممثلا للوزيرة أشاد بهذه المبادرة الخيمة التي قامت بها سفارة دولة الإمارات العربية ووزارة المرأة، موضحا أن وزارته تسعى دائما لدعم الطبقات الضعيفة والمحتاجة. في كلمته معالي آمر عبدالله القائم بآمال سفارة دولة الإمارات العربية أشاد بتعاون وزارة المرأة التي تعاونت مع السفارة من أجل إنجاح هذه المبادرة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة لمساهمتها الكريمة في تمويل هذا العمل الإنساني. هذا ونشير إلى أن المستفيدين من هذه المساعدات نحو 120 أسرة.